هدف صحيح يلغى للنصر، عيني عينك والعالم كله تشوف. وفي اخر يوم من رمضان لا حول ولا قوه الا بالله، خاف والله خاف والله، هدف صحيح هدف صحيح، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني مستحيل 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 النصر ياخذ بطوله بهذا التحكيم، خذوها مني. وبيحسب لهم بلنتي، ترى بيحسب لهم بلنتي وبيفوزون. شو الظلم ده يا اخي، لا حول ولا قوه. يا جماعة أقسم بالله أن كريستيانو رونالدو أغبى لاعب في العالم، ونبليهي مسح تاريخه مسح ما ينساه أبد أبد. بليهي استفز كريستيانو وعطاه كرت أحمر وطرده من الملعب، وبليهي في الملعب. البليهي ذكي ذكي، بليهي أفضل لاعب في آسيا وأفضل كلاعب في العالم. كريستيانو رونالدو يطلب من الجمهور أن يصفق للحكم، يقول أن الحكم مع الهلال، هو الحكم التحكيم مع الهلال. لا 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 لا، الحكم عطاك انت اللي كنت عديت وضربتك البليهي، اللاعب الكبير الاسطوره البليهي. لا تقول لي ولا اقول لك، لا تقول لي ولا اقول لك. سبب الخساره اليوم واضح جدا، سبب الخساره اليوم كاسترو. كاسترو لا حد يتحملها غيره، ما حد يتحملها غيره. يا مسلم اتق الله، خمس مدافعين مشينا معك، لعبت في الشوط الاول اول ربع ساعه فقط فقط، المباراة باقي كلها الهلال. شفت انه ما نفع معك، شفت الفريق مو قاعد يسجل، ليش تنتظر يجيك هدف هدفين عشان تبدأ تغييراتك؟ ليش ليش؟ طيب سجلت جاء عليك هدف، خلاص دخل، عندك غريب، عندك العلاوة، عندك ألف حل، عندك حلول. غير غير من بدري، غير التشكيلة، غير خمس مدافعين، غيرها يا غالب يا مغلوب، ايش تستنى؟ بعد الهدف الثاني بعشر دقائق او سبع دقائق تبدا تدخل لي غريب، ايش ابغى؟ ايش ايش بيسوي لي غريب؟ سوبرمان هو؟ بيجيب لي هاتريك؟ والله شرح علي، شرح علي اللي داك مشوار انا وغيري، وهذا حالنا دائما. اعطيتك كامل الثقه والله العظيم، ما تكلمت سكت، قلت خلى بشوف ايش بيسوي مع التصاريح هذه، قلت بشوف ايش بيسوي. انا مع كاسترو، قلتها قلتها ولا ما قلتها؟ قلتها صح؟ قلت انا معه، بسكت بسكت بشوف. نحن قفطنا الهلال، ونحن عرفنا عرفنا نقاط ضعف الهلال، ونحن عرفنا قوة الهلال، ونحن ونحن ونفوز بالعقلية. طيب والله وثقت، اقسم بالله قلت خلاص بس بيقفل ملف مورينو، بيقفل ملف غوارديولا. في النهاية لا جديد، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل أحد يكلمني، لا أحد، ما بتناقش مع أحد. اللهم لك الحمد، ألف مليون تريليون مبروك لكل الأمة الهلالية، اللهم لك الحمد. دائما أنا جالسة أقول لكم دائما تفاءلوا خير، أنتوا تشجعون الهلال، اللهم لك الحمد على نعمة الهلال. كبير الرياض، كبير آسيا وزعيمها، كبير القارة الصفراء يا أصفر، متى تستوعب أنه هذا الهلال، أنه أنت حجمك قدام الهلال كذا صغير؟ ويا الله برا برا، يا الله برا برا، والله ما أنت بقدي، يا الله برا برا. في بعدين جينا نعيد عليكم، يا الله برا برا. لا تسوي زعلان، تراك متعود ان دايما عيدك عيدين، بتنام بدري في العيد لانك خايف تطلع يقولون لك اوه الهلال فاز عليك. تريليونات مبروك لكل الأمة الهلالية، ونعم نعم هذا الهلال، والله هذا الهلال، اللهم لك الحمد. عطونا البطولة خلاص مرة واحدة يا جماعة الخير، مبروك مبروك من نخاشيش قلب قلبي. ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل من اللي حط هذا الحكم في المباراة هذه. يعني وصلت مباراة يعني نصف نهائي كاس سوبر، يعني تحط حكم سعودي، لا مين محمد الويش؟ هذه ثاني مرة يسويها، ما هي بأول مرة، هي ثاني مرة يسويها، دايم يسويها مع كريستيانو، ودايم يسويها مع النصر، ودايم ودايم. ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، المباراة راحت بخير شر. أساسا الدوري أو موسم النصر هذا الحمد لله طلعنا في البطولة العربية بعشر لعيبة، لكن
نعوض ان شاء الله خير، ولكن ما اقول غير، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عيد النصر قبل لا يجي العيد، هم كذا دائما يعيدون قبل العيد، يعجزون قبل الناس تعجز. هم لا هو بمعنى، لا هو في مذهبنا، ولا ما ادري وش، ما ندري هم وشو. كاسترو تلعب بخمسة دفاع، تلعب بثلاثة، تلعب باثنين، تجيب الشرطة، تسوي تفتيش، تحط رقم سري. بيفوزون عليك. زين كيف تفوز على الهلال وعندك أوتافيو؟ محور بمواصفات هدى حسين، ممثل. هذا وينه عن زوجة واحدة لا تكفي؟ أي أحد يلمس طاح سوى في دراما. إيش فيك؟ ما شاء الله تبارك الله. شوف سالم 11 هدف في النصر. سالم لو انه يلعب مع عياله ما سجل عدد ذا الاهداف كلها، لو انه يلعب مع عياله. النصر خلاص، النصر مفروض يطلع من صندوق الاستثمارات. النصر مفروض يدخل في احسان. والله احسان. احد يجي يقول لي الحكم، لا الحكم ما في اي شيء، ممتاز، شخصيته حلوه، وسيم، مش زينه. النادي رايح فيها، النادي رايح فيها. بليهي ما سوى شيء طول المباراة، طرد كريستيانو وطلع، الله يعطيه العافية. شوف شوف يعني كل واحد ماخذ مهام، شوف المهام الوظيفية كيف متوزعة صح. كبير هذا الهلال، كبير هذا هياكل الأخضر واليابس. هذا الهلال خلاقينا، ما يفوز إلا بفزعة. أفزع!